أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ولا
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الله 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 سنت 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 وينصرن الله من ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أقاموا الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. أحسنت. Thank you.